بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لو طلعت قبل مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان وقلت ان ريال مدريد هتلعب عليه وان سايد جيم محدش هيصدق، بس لما اكلمك بعد مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان بالارقام اللي انت بتحبها هتعرف كويس قوي ان ريال مدريد اتلعب عليه وان سايد جيم، مباراه من طرف واحد، الطرف الثاني كان جاي يدافع بس. لو دورت على الاحصائيات هتلاقي ان باريس سان جيرمان استحوذ على الكره بنسبه 57% اجمالي التسديدات، 21 تسديده منهم 8 تسديدات على المرمى اون تارجت وسبعه خارج المرمى. ايقاف التسديدات كان 6 مرات لباريس سان جيرمان، يعني معنى كده ان باريس سان جيرمان بيروح وبيحاول وفي تالق لتيبو كورتو. الناحيه الثانيه ريال مدريد اجمالي التسديدات 3 تسديدات، تسديدات على المرمى 0. ريال مدريد ما شطش ولا شوطه اون تارجت على مرمى جان لويجي دوناروما النهارده خالص. لو دورت على تسديدات خارج المرمى منهم 2 وواحده تم ايقافها، يعني بالصلاه على النبي ريال مدريد هجوميا ما جاش. بوتشيتينو عمل ايه بقى؟ يعني بوتشيتينو النهارده عمل ايه؟ يعني حبينا نتكلم على ريال مدريد، فاحنا اخر مره اتكلمنا على ريال مدريد في القناه دي كان مباراه برشلونه وريال مدريد، لما قلت ان دي واحده من اضعف نسخ ريال مدريد، ومع ذلك برشلونه تشافي فشل ان هو يطلع كسبان ريال مدريد المباراه دي. 4-3-3، يمكن نقطه قوتها هي في الطرف اليمين اللي فيه انخيل دي ماريا كجناح وتحتيه لعيب زي دانييلو بيريرا بيعمل ادوار دفاعيه فقط، وتحتهم اشرف حكيمي والتزام بادوار دفاعيه فقط هو ودانييلو بيريرا على لعيب زي فينيسيوس جونيور واحد من اهم اسلحه ريال مدريد الفتره الاخيره. معنى كده انك وقفت له اشرف حكيمي، وقفت له دانييلو بيريرا، ودانييلو بيريرا واشرف حكيمي عمل مباراه مميزه جدا 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 على فينيسيوس جونيور، لدرجه ان انا كنت كل شويه عمال ادور حرفيا على فينيسيوس جونيور في جيب اشرف حكيمي، اللي هو يا عمي يسيب الواد يروح له بواحده، ده ريال مدريد برضه يعني عيب يا عم اشرف، ايه اللي انت بتعمله ده؟ لحد ما دورنا كلنا على ميسي. بصوا هو ميسي انا بتفرج على اغلب ماتشات باريس سان جيرمان، بتفرج على ماتشات باريس سان جيرمان كلها. نفسي اتفرج على نسخة ميسي برشلونة، انا بتفرج على نسخة باهتة، نسخة رديئة، نسخة الشغف عندها مقتول، نسخة بيكون موجود عندها شغف بس لما بيكون نيمار موجود في الملعب. بالنسبه لباريس سان جيرمان فاحنا بنتكلم على حوالين ان ميسي خلاص قلبناه موضوع صحوبيه بقى بحت، اللي هو بالصلاه على النبي خلاص يعني، ولما بيقرر ان هو يحرك امبابي او دوناتيلو. لو قررنا نتكلم على امبابي فاحنا عايزين نتكلم على واحده من اقوى القوى الضاربه في العالم بالنسبه لكره القدم الفتره الحاليه. امبابي يا جماعه بيعمل حاجات غريبه جدا جوه الملعب. امبابي حرفيا كره دانيال كالفاخار في عيشته، ونفخ لعيب زي ايدر ميليتاو اللي كان عمال يضرب فيه، وبرده امبابي ما بيقفش، مش هيحلك، مش جاي لك، انا جاي العب ضدك بس النهارده. يعني امبابي حرفيا زعل دانيال كالفاخار جامد يعني، وقدر ميليتاو مفيش، هم عمال يخش جوه ويطلع لهم لبره، والواد عمال تعبان بسم الله ما شاء الله، رايح جاي بره جوه بره جوه ومفيش. لو دورنا على خط الدفاع بتاع باريس سان جيرمان فكنا هنلاقي ان زي ما اتكلمنا على اشرف حكيمي واخد واجبات دفاعيه فقط. الناحيه الثانيه لقينا نونو مينديز واخد يعني واجبات دفاعيه على هجوميه شويه، لان نونو مينديز بيلعب في ناحيه ماركو اسانسيو، واسانسيو يعني مش هو الهاف القوي قوي اللي هيخوفك، يعني لو في حالته هيخوفك ويخوف اللي جابوه، بس هو مش في حالته بقاله فتره طويله، فاسانسيو مش هيخوفك والدنيا بالنسبه لك روح وارجع براحتك زي ما انت عايز، روح وطير. وخصوصا كمان ان انت متامن بلعيب زي ماركو فيراتي، يعني لو اتكلمنا عن ماركو فيراتي فهو بالنسبه لي واحد من اكتر اللعيبه في العالم اللي بتعرف ان هي تحط الكره تحت رجليها والكره ما تتقطعش من رجليها بسهوله، غير ان هو بيعرف يطلع بالكوره بطريقه مميزه جدا. لو دورت على 2 مساكين كيمبيمبي وماركينوس فهم النهارده كانوا مرتاحين وكانوا جايين في رحله استجمام، هم ما كانوش بيعانوا خالص، لان اشرف حكيمي ودانييلو بيريرا كانوا قافلين تماما على فينيسيوس جونيور. بنزيما تايه في النص لان خط نص ريال مدريد مش قادر يجاري السرعه اللي عليها رتم باريس سان جيرمان. يعني تخيل انت دانييلو بيريرا وجنبه كده موجود باريدس ومعاهم فيراتي، نص ملعب كان قوي جدا، كان مخلي ريال مدريد مش عارف يمسك كرة جوه الملعب. الشوط الاول شفنا ان ريال مدريد مش قادر يطلع بالكره هجوميا ولا قادر ان هو يكون ليه شكل هجومي، والناحيه الثانيه باريس سان جيرمان كان بيعمل كل حاجه في الكره بس مش عارف يجيب جول ازاي، ودي كانت مشكله كبيره بالنسبه لباريس سان جيرمان. لحد ما جينا للقطه الحسم، وهي اللقطه اللي بيحصل فيها كيليان امبابي على ضربه جزاء من داني كارفاخال، وميسي بيخش وبيضيع. ونبدا بقى الكلام على نهايه مسيره ميسي، واقتربت شمس الغروب وتيبو كورتوا صدها وكورتوا تالق وكورتوا بلا 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 عشان نشوف اي رياكشن لريال مدريد جوه الملعب. مفيش،
ما فيش رياكشنات ولا في اي، خلاص يا باشا زي ما قلت لك جيب اشرف حكيمي في فينيسيوس خلاص ريال مدريد سيبهم بقى يعملوا كل اللي هم عايزينه، ما عندهمش اي حلول تانية غير فيني، لان هم منتظرين مبابي على حرم الجمر في الماركاتو. لحد كده هنفضل ماشيين بفيني بس، فينيسيوس بس، احنا ماشيين بفينيسيوس بس، لان الدكه عمرانه يا باشا بالناس الميته. يعني مثلا الدكه بتاع ريال مدريد فيها فاسكيز ونزل اول تغييره مكان ديني كارفاخال، لان كارفاخال خلاص كان شطب وجاب بنزين من اللي كان بيعمله فيه كده. امبابي، فريدريكو فالفيردي مكان لوكا مودريتش اللي كان تايه النهارده جوه الملعب، لان احنا اتكلمنا على الايقاع اللي كان عالي قوي، كان اعلى من لوكا وكان اعلى من توني كروز للاسف الشديد. وهازارد نزل مكان فيني في الدقيقه 82، وجارس بيل نزل مكان كريم بنزيما في الدقيقه 87. عشان نقعد نبص كده هجوم ريال مدريد في جارس بيل وفي ايدن هازارد بجد في حاجه غلط، ولا ده لاج، ولا ده تحديث جديد، ولا في ايه بالظبط؟ وماركو اسانسيو طلع ونزل مكانه رودريجو في الدقيقه 72. بس بصراحه ما اتفرجناش على رودريجو كتير، يعني رودريجو حرفيا لمس كام كره؟ رودريجو لمس 16 كره بس في كام؟ لمس 16 كره في 20 دقيقه، لا 24 دقيقه كمان. يا سلام، محصله زي الفل. الناحيه الثانيه بصراحه كان عتبي على السيد بوتشيتينو ان هو ساب دانييلو بيريرا بيلعب اكتر من نص ساعه وهو مصاب، بس مع ذلك دانييلو بيريرا كان قادر ان هو يقف في الملعب كويس جدا. ادريسا كان جه كان اخر تغييره نزل في الدقيقه 87 مكان دانييلو بيريرا بعد ما خلاص مقرر ان هو عايز يهاجم، وخلاص يعني عايز يهاجم ازاي يعني؟ هو كان بيلعب 4 3 3 فيهم اثنين ديفندرات صرف، واحد كان بياخد ادوار هجوميه، وادوار هجوميه مغلفه بادوار دفاعيه اللي هو مفترض ماركو فيراتو. كان مفترض ان احنا بنشوف ان في ادوار دفاعيه من بارهيدس ومن دانييلو بيريرا، دي 4 3 3 بس 4 3 3 متحفظه نوعا ما، ما بنشوفش زيادات موجوده للاعيبه نص الملعب كتير سواء دانييلو بيريرا او بارهيدس كتير، بس بنشوف بس ان فيراتي بيسلم الكوره وبيرجع مكانه تاني علشان نتفرج ان باريس سان جيرمان حرفيا مهام نص الملعب بثلاثه ما بيعملوش ادوار هجوميه، وكل الادوار الهجوميه واقفه على انخيل دي ماريا لما نزل مكانه نيمار ميسي امبابي، هم دول بيعملوا الادوار الهجوميه فقط، الباقي كله مجرد لعيبه سنيده وبتعمل ادوار دفاعيه. حتى اشرف حكيمي واحد من اهم عناصرك الهجوميه انت قررت ان انت تحط كل الادوار الدفاعيه عليه، لان نقطه قوه ريال مدريد موجوده هناك عند اشرف حكيمي. بصراحه بوتشينو عمل مباراه محترمه قدام خصم محترم زي ريال مدريد. ريال مدريد اللي زي ما بنتكلم على انشيلوتي من بدايه الموسم انه قدر يعمل في سيخ شربات، والله عمل في سيخ شربات وقدر ان هو يتصدر بيهم الدوري الاسباني مع فريق امكانياته لا تصلح ان هو يتصدر بيه اي حاجه خالص، بس للامانه الشديده هو اشتغل عليهم ودفاعيا نوعا ما بقى ليهم شكل، بس هجوميا الدنيا كلها رايحه على فينيسيوس جونيور وتالقات كريم بنزيما. بنزيما مش متالق هيبقى فينيسيوس هيشيلها لوحده، وفينيسيوس برضه بحالات ممكن يعمل لك مباراه كويسه جدا بس الفينش بتاعه ما يتظبطش، وممكن مباراه ثانيه يكون سيء بس الفينش بتاعه يكون مظبوط. فانت بسم الله ما شاء الله المنظومه منضبطه دفاعيا بس هجوميا فاضيه، ولو دورنا ان احنا نعمل مباراه هجوميه هتلاقي ان الموضوع صعب جدا على ريال مدريد. متصدر الدوري او متصدر الدوري، بس عشان خاطر الدوري الاسباني ما فيهوش خصوم اقوياء ولا في فرق قادره ان هي تنافس ريال مدريد حتى هو في اسوء حالاته. دي الشهاده لازم اقولها لك بصراحه. باريس سان جيرمان استحق ان هو يطلع كسبان من المباراه، الامانه استحق ان هو يطلع كسبان من المباراه. القاعده بتاع الهدف خارج ملعبك والكلام ده عادي جدا، دلوقتي كل الاهداف بقت شبه بعض، يعني 1-0 عادي، 1-2-0 ما فيش اي مشكله، 1-1 كل النتائج دلوقتي في دوري ابطال اوروبا بقت متاحه. الفيديو طول مننا بس بصراحه كانت مباراه جميله جدا جدا، كواحد جاي يشجع باريس سان جيرمان اتصدمت من مستوى ريال مدريد، واتصدمت ان باريس سان جيرمان قدر يعمل مباراه وان سايد جيم على ريال مدريد. مش مصدق بصراحه اللي انا بقوله، بس هي الكوره كده. الحمد لله دوناتيلو منعنا من ان احنا نتكلم على شمس الغروب وميسي، الحمد لله رب عدت على خير بقى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فتعالى كلنا نروح ندور كده على فينيسيوس فين يجيب بالنسبه لاشرف حكيمي.